السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية كل الناس اللي بتشوفنا ريت تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. بشير التابعي بيتاجر باسم نادي الزمالك. في حلقة مهيب عبد الهادي كان مستضيف الكابتن إكرامي الشحات ومحمود فايز، وكل واحد بيقول وجهة نظره في مباراة النادي الأهلي والداخلية ومباراة الزمالك وإنبي. الكابتن إكرامي الشحات علق على فيريرا وتصريحاته قبل المباراة وبعد المباراة، وتصريحاته قبل مباراة النادي الأهلي والسوبر وبعد المباراة، وتقليله والأسئلة الغريبة اللي كلنا بنسألها. يعني إيه تقول أصل الهدف التاني ما تحسبش علشان في اتنين لعيبة؟ هل في قانون في كرة القدم لغى الأهداف اللي فيها اتنين لعيبة وكان على الرغم إن في تمن لعيبة؟ لما تطلع كل شوية تتكلم لك أنا بطل الدوري الأهلي الثالث، إزاي ألعب ألعب من دور 64 والأهلي الثالث يلعب؟ مالك ومال النادي الأهلي وركز في فرقتك. وده اللوائح حاططها الفيفا بناء على تصنيف وأرقام. واتكلم النهاردة عن تصريحاته عن الإجهاد وعن نادي الزمالك، تصريحات متضاربة وكل مهيبة عبد الهادي اتكلم ومحمود فايز اتكلم، لكن بشير التبعي اكتر واحد تاجر بهزيمه نادي الزمالك وعمل اعلان على خساره نادي الزمالك 6-1 من النادي الاهلي طالع دلوقتي: يا كابتن اكرامي انت ما يصحش تقول كده على نادي الزمالك، وفيريرا خارج التقييم، ان بنقيم فيريرا. قال له مش مهم بعد ما انت اتكلمت اول هام كابتن شريف كابتن اكرامي الشحات، قال له انا ما انتقدتش نادي الزمالك، بتكلم عن فيريرا ونقيم تصريحاته قبل وبعد. قال لك لا ده خارج التقييم، تكلمش اصل فيريرا رمز من نادي الزمالك، لما تتكلم عنه يجينك بتتكلم. فمهيب قال له ما انت اتكلمت عن موسيماني واتكلمت قبل كده عن ريكاردو سواريز. قال لك ريكاردو سواريز الناس كلها بتتكلم عنه، يعني مدرب النادي الاهلي مش رمز، الناس مستباح. ثم انت هاجمت النادي قبل كده وانتقدت النادي الاهلي وقلت التحكيم والنادي الاهلي ومش عايزين نتكلم. وزي تاني انت اكتر واحد استغليت فضيحه نادي الزمالك 6-1 وطلعت منها باعلان بارشينات حلوه، صح؟ النهارده جاي تقول للكابتن اكرامي طب ما نلغي البرامج بقى، ولا نخليها بس في اتجاه واحد، كله يتكلم عن النادي الاهلي ما حدش يتكلم عن نادي الزمالك. حاجه غريبه يا اخي. يعني ميدو بينتقد نادي الزمالك، رضا عبد العال بينتقد نادي الزمالك، الخضري بينتقد نادي الزمالك، وفيريرا فيريرا ما بينتقدش نادي الزمالك، خلينا ننتقد فيريرا. احنا لما نيجي ننتقد فيريرا وغيرنا لما نيجي نتكلم عن مشاكل مرتضى منصور يطلع يهاجم الكل، اشمعنى دول؟ يعني دول ولاد نادي الزمالك بيقولوا كلمه، طب واحنا مالنا؟ احنا بنتكلم عن واقع وتصريحات حقيقيه. لا هقضيكوا، عارف بتشتمونا، وانا بنتكلم في الكوره يقول لك تشتمونا، ده احنا لبكره هتلاقي غلواشه على فضيحه نادي الزمالك سواء السوبر او الخساره من انبي، يمكن يشتم الكل كليله، يمكن يشتمنا ويشتم كل البرامج الرياضيه ويرجع تاني عشان يحاول ايه نغطي على الكوارث اللي حصلت في نادي الزمالك. لكن تاني وتالت قصه ايضا العقوبات، مباراه السوبر الحاج عامر حسين قال لك مش اي حاجه، مراقب المباراه قال لك كله تمام وزي الفل، زي الفل، بالعكس بيشيد بشيكابالا وموقفه معمول زي كتاب الخير. مناوشات يا عم، قال لك مناوشات بس، طب الشتيمه العظيمه، طب استثاره الجماهير يا احمد يا دياب، لا 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 تقرير ما قالش حاجه، وازاي ما ادالوش انذار وازاي يكتب، واحنا ما بناخدش بالفيديوهات اللي بره. طب في لقطه من جوه المباراه نفسها والبث المباشر وشيكابالا بيشاور بالحذاء في قلب المباراه، انتوا بتستعمونا يا عم، في لقطه من قلب المباراه وشيكابالا بيشاور على، لا 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 ما اصل حاجه ما كتبش خلاص، ما بناخدش من حاجات بره شريط المباراه. يا سيدي موجوده في شريط المباراه وشيكابالا وبيحشوه لعيب النادي الاهلي عمرو السليه وقفشه، وبعد ما سابهم بيشاور على الجزمه، ها وحتحوت جابها من زاويه ثانيه، ما ناخدش بالكلام ده، هتحط جابها من واحد كان موجود، لكن في قلب شريط المباراه كلنا شفناها في شريط المباراه ويشاور على الحذاء، بس ما خدش بالله. طب ما خلاص كده كل عام وانت طيب بقى، ما حساب نحاسب اللي على مزاجنا وما نحاسبش اللي على مزاجنا، يعني كله خايف لو شيكابالا ده مرتضى دول عايز ياخد شيكابالا حق شيكابالا، لا اجلي. طب وقع عقوبه بقى على جماهير النادي الاهلي بالمره، ما هو انت شيكابالا اللي شفناه ده وما تحاسبش، يبقى جمهور النادي الاهلي هو اللي اتعلق له المشنقه يا اخوانا، يعني يقول لك ده اشاد باللي عمله شيكابالا، برافو عليكم شيلوا يا راجل. ضمن فيريرا الاخر بيقول لك من ضمن التصريحات بتاعته كان بيقول لك ام بيتعادل من كره ثابته، ايه قانون كره القدم لغى الاهداف اللي جايه من الكرات الثابته؟ ده الى جانب طبعا الفضائح التحكيميه اللي عملها البنا، قلت لحضراتكم من وجهه نظر الزمالك عليه ضربتين جزاء، ضربه جزاء عرقله اللاعب المثلوث اللي اللاعب رفيق قبو،
وعرقله اخرى اعتقد لايريك تراوري، او لما اتلعبت الكره العرضيه من رفيق كابو زي ما تشوف الصوره كده، حسام عبد المجيد داخل وكانس الواد داخل منطقه الجزاء. طبعا محمود باسيوني بتاع الفار لا اتكلم، ولا محمود البنا نطق الزمالكي يحمده ربنا. لكن تاني بدايه اكتب وهات ورقه وقلم، عدم طرد الاخ الوردي في مباراه سيراميكا، والنادي الاهلي بشهاده الحكام ليه ضرب الجزاء. وشوفوا جهاد جريش ضرب ليه الهدف الثالث اللي اتلغى، الخامس الثالث الهاتريك لكريم فؤاد اتلغى. بدايه اهي النادي الاهلي اهداف بتتلغي والزمالك ضربات جزاء ما بتتحسبش. خالد الغندور ماشي على غرار الاخ فيريرا وبيعزف بالربابه ورا فيريرا. فيريرا بيقول لك الاجهاد والسفر من الامارات اثر على اللعيبه. والاهلي جاي من الامارات، والاهلي جاي منين؟ إيه؟ جاي من المحله. ما الاهلي جاي من الامارات زيك يا عم، وطلع اتدرب، لكن لا اجهاد وحاله اللعيبه والكلام. خالد غندور طالع بيعزف على فعلا الزمالك مجهدين مجهدين. انا بلعب الجوله الثالثه يا ابني، ده الجوله الثالثه قال لك الفرقه الوحيده اللي خدت راحه قصيره. ده النادي الاهلي كان مريح لعيبته، وانت ريحت لعيبتك في اخر جولتين في الدوري، كنت بتلعب بالعيال الشباب الصغيرين حاتم مش عارف مين بالشباب الصغيرين، ها ثم ما حبيتش تريح، تدفعني ثمن عدم راحتك، اعتبرها فتره اعداد يا راجل. لعبت شويه مباريات قال. والنادي الاهلي هو كان رايح الفتره ما كان بيلعب مباريات وديه زيك زي كاس لوسيل، انت بقى فضلت كاس لوسيل ورحت لعبت، ما تحاسبنيش انا ما خدتش راحه، انت حر كنت ممكن تاخد راحه، لكن انت اللي رحت لعبت مباراه وديه اللي وقتها كانوا بيقولوا بطوله بعد ما خسروا قال لك وديه. فخد غدوا لك الزمالك واحنا لعيبتنا اقل فرقه خدت، حتى لو خدت راحه مثلا اسبوع اسبوعين اقل فرقه، فانت لعبت 3 جولات يا خالد غندور في الدوري، طالعين بتشكي دلوقتي، امال مع نهايه الموسم ده انتوا ايه بقى؟ هتتكلموا على الاجهاد اجهاد وزيك زي كل المباريات وزي الفرق كلها يعني، لا حول ولا قوه الا بالله. ايضا بيتغنى بالصفقات، وشوف وصلت مصطفى شلبي ما لعبش يعني 90 دقيقه على بعض في مباراه السوبر، والمباراه اللي 90 دقيقه ما كملوش 90 دقيقه، طالع بيقول لك مصطفى شلبي لاعب في ريحه من بن شرقي. شفتوا؟ روحوا يا جماهير الزمالك ورا الناس دي، خلوكم خلوكم مع في ظهر الناس دي. شركة تذكرتي طلعت الأرقام الخاصة بالحضور الجماهيري، قالت حضر مباراة النادي الأهلي والداخلية 987 مشجع أهلاوي، والزمالك حضر 2377، ولو إن اللي حضر يمكن أكتر من 3 4000 كمان جماهير، لكن قال لك هم 2377. النادي الأهلي أتمنى من حسام غالي الجرحي حازم امام الناس اللي موجود محمد كابتن محمد يلغوا يشوفوا قانون الرياضه ويلغوا قصه الارقام 72 و74 و22 و20 عشان الجمهور النادي الاهلي يقدر يروح بحريه. مش معقول يروح يشجع يرجع بهدومه مقطعه او الرقم متقطع، او حتى ممكن لا قدر ما يرجعش على بيت. نتمنى انهم قدموا طلب لتعديل قانون الرياضه الخاص عشان جماهير النادي الاهلي تروح باريحيه. النادي الاهلي بيخسر كده جمهور، وانا كأب او انا ودي ابني ليه يروح ما يتمسك علشان الرقم فانيلا علشان رايح يتفرج على حاجه بيحبها يعني. سيف زاهر بتاع كله ده حلو وده حلو، يمين شمال حلو كله، طبعا بيشيد بامير ومرتضى وفي حاله من الاهلي والزمالك بتاع زمان لا، او هند المعبد لا، وقال لك في بعض الناس بتتكلم على فيريرا انه داخل دائره الخطر، بقول لهم لا ده الزمالك الجديد، لا الراجل واخد صلاحيات كتير ومكمل في الزمالك. وقال لك مرتضى منصور حاطط السيستم وفيريرا هو مكمل، وانسوا بقى الحاجات اللي كانت بتحصل قبل كده والعقبات، لا الراجل واخد كل الصلاحيات والامور مستقره. وقال لك فيريرا راح بعد الماتش الجمهور يقول لهم انا عارف اني غلطت وهصلح، انا عاوزكم معايا وفي ظهري. الراجل طلع من المؤتمر الصحفي يقول لك اجهاد، ويقول لك شفت بيتكلم احنا كنا مستحوذين وكنا جيب، تقول لي راح للجمهور، انت شفت لوحدك راح للجمهور وقال، واتكلم كان معاه المترجم وماسك الميكروفون بيقول له الجمهور خلوكوا في ظهري يا جماهير نادي الزمالك خلوكوا. سمعتها سيف يعني؟ ميدو بعد الكلام اللي قاله اي كلام الاعلامي بخصوص مقارنه بطولات النادي الاهلي والزمالك بالامس كلها غلط، فعاوز يعمل خبطه كده يلف الجماهير حواليه وانسى ميدو خلاص. الناس فيها بيقول لك ايه؟ مش عاوز افهم، عاوز افهم جمال علام واتحاد الكره المصري استضافوا احمد مجاهد النهارده لمده ساعه عليه. اقول لك يا ميدو بقى بتقول ان احمد مجاهد راح يتكلم علشان تقريبا في معاشات او في حاجه اتحاد الكره بيدفعها علشان لاعب قديم او من احد اللعيبه القدامى في حاله انسانيه عاوز مساعده او حاجه زي الكلام اللي منتشر فيما في خصوص هذا الامر. لكن زي ما حضراتكم ميدو انتقد اللاعب المدير الفني فيريرا وتغييراته، وايضا انتقد امام عاشور. يعني ميدو اكتر لاعب
صبغ شعره، طول شعره، ربط شعره، عمل بينتقد امام عاشور علشان صبغ شعره، وقال لك المشكله في التوقيت. انتوا واخدين واحد مستعبدون، طب ده لو واحد محترف عمل الكلام ده هتقدر تفتح بقك معاه؟ مش هتقدر تفتح بقك معاه. ثم ميدو وخالد الغندور بيردوا على بعض. خالد الغندور يقول له، يقول احنا مش عايزين الناس اللي تولع ونلم ضرب برافو يا اسمك ايه انت امام عاشور. وميدو بيتكلم في هذا الامر، واتكلموا كل اللعيبه في هذا الامر، والاعلام اتكلموا في هذا الامر، ومنهم نفسه خالد الغندور. فانتوا بتردوا وتغنوا على بعض، بتقطعوا اللاعب وتسلموا تسليم اهالي الجماهير نادي الزمالك، وبعد كده لما الزمالك يجي يطبطب والواد يجي ويحل الموضوع تقول له لا تعال ناخدك في حضنك يا حبيبي. تضرب وتلاقي، اضرب وتلاقي لازم، بس ما ترميش مشاكلك على حد تاني، ما تقولش ان حد تاني هو اللي بيعمل هذا الامر. انتوا اللي بتعملوا في هذه الامور وتتكلموا بهذه الطريقه. يعني النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب مصدر من النادي الاهلي، هيتم الاعلان باذن رب العالمين عن المفاجاه اللي تخص جماهير النادي الاهلي والخاصه بالاستاد بعد عوده الكابتن محمود الخطيب من فرنسا. انتوا عارفين طبعا طلع من الامارات على فرنسا علشان يستكمل باقي الفحوصات والتحاليل، وان شاء الله يرجع ويكون في افضل حال باذن رب العالمين. مع عوده الكابتن محمود الخطيب هيتم، لان هو المسؤول عن هذا الملف والكلام ومفاوضات وبتاع، عارف كل صغيره وكبيره في هذا الامر، هيتم اعلان الامر باذن رب العالمين. مش مجرد استاد القصه، مش مجرد استاد، لا ده مدينه رياضيه خاصه بالنادي الاهلي. باذن رب العالمين كل الامور تكون تمام والقادم افضل للنادي الاهلي باذن رب العالمين. سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد، الدكتور سيد عبد الحفيظ اتكلم عن مارسيل كولر، وقال مارسيل كولر من مميزاته ما عندوش انه يحب ويكره، ما فيش حاجه اسمها انه يحب لاعب او يكره لاعب، وقال لك اللي بيستحق الفرصه بيديها له، وقال لك كلم مبروك لكل لاعب النادي الاهلي عوده الثقه من جديد بعد هذا الفوز الكبير، كل التوفيق للنادي الاهلي. الزمالك والروح والاسره مع بعضينا، ومصطفى يونس لما كان بيقول لك ما تلاقيش الكلام ده غير في نادي الزمالك، والزمالك ومرتضى منصور. حازم امام كان موجود، اللي هو الصغير كان موجود مع ميدو في البرنامج اللي بيقدمه، وبيقول لك انا حزين جدا من الاسطوره الكابتن شيكابالا كابتن نادي الزمالك، بعد ما مشيت نادي الزمالك وانا احد كباتن النادي الزمالك ما اتكلمش معايا نهائي نهائي بعد رحيلي عن نادي الزمالك. يا راجل لو كان واحد اهلاوي طلع على الاهلي رمى بيرمي عياله بياكل عياله، لكن هيهات الاهلي في حته ثانيه. قولوا وغنوا وادعموا وساندوا من لا يستحق الدعم والمسانده كنادي او اي حد، وطبلوا وغمضوا عينيكم عن اخطاء تحكيميه فجأة لانديه، لكن ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا باذن رب العالمين، لان النادي الاهلي بيجتهد قدر المستطاع وربنا يوفقنا جميعا. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.